اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج تفضلوا عندنا. النهارده ان شاء الله هنعمل وصفتين، هنعمل وصفه التوست اللي بالزبده والقرفه مع قرع العسل، والوصفه الثانيه معانا النهارده هي اللحمه اللي بالبصل المكرمل مع صوص الزبادي. تعالوا مع بعض نشوف وصفاتنا بعد الفاصل. رجعنا بعد الفاصل دلوقتي، تعالوا مع بعض نشوف اول وصفه معانا النهارده. وصفه اللحمه اللي بالبصل والصوص الزبادي عباره عن مكعبات لحمه، بيض، كريمه، كاري، زبده، زبادي وبصل. اول حاجه هعملها ان انا هحط كده الزبده هنا كده، وهحط معاها حلقات البصل، كيلو بصل على كيلو لحمة، تقريبا كيلو بصل خمس بصلات. طيب وهنا بقى هحط الزيت كده، وهحط كده رشة ملح كده على البصل عشان يكرمل بسرعة. خليه هنا كده، هنا هحط رشة فلفل اسود، وهحط اللحمة. واقفل عليها كده. طيب هنا بقى هعمل ايه؟ هجيب كده دي كده، وهدهنها كده بالزبدة، بالطريقة دي. وهحط هنا شوية من القرفة مع حبة فانيلا. واخلطهم كده كويس قوي. هعملها كده بالظبط. بسرعة بشيلها بسرعة جدا لان التوست بيبقى طري قوي. بس هنا بقى هنحط كده قرع العسل عشان دي اكبر، هنحط معاها الفانيلا والقرفة. لا ممكن نهرسها الاول وبعد كده ايه. بس كده تمام.
نقلب كده البصل. انا عايزاه يكرمل خالص، يدينا طعم، ينزل كل الصوص بتاع البصل. عايزه يبقى البصل كده فيه صوص. طيب هنحط بقى كده العسل كده اهو بس، ونطلع فاصل. هحط ده في الفرن ونرجع نكمل وصفة اللحمة ونشوف دي هتتقدم ازاي. خليكم معايا. ورجعنا تاني بعد الفاصل. دلوقتي عمالة اقلب في البصل. البصل ده عشان يطلع زي ما احنا عايزينه، اللي هو المكرمل ده، ما يبقاش اللي هو المتحمر مش زي الكشري، لا عايزينه مكرمل اللي هو بيبقى لونه بني غامق شوية. لازم نقعد نقلب فيه، لو ما قلبناش فيه هيلسع مننا. لازم نقلب فيه عشان احنا عايزينه لونه لون الكراميل بالظبط، مش لون الكراميل، هيبقى بني فاتح شوية، فلازم نقعد نقلب فيه. طيب عقبال بس انا قلبته كويس، نطلع بقى التوست كده من الفرن. ريحته يعني، هنسيبه كده ايه يبرد شوية. طيب نبص كده على البصل، نقلبه كده تاني. هو خلاص يعني قرب، هحط له بس مكعب زبده تاني، هو بيحتاج زبده شويه حلوين. نحط هنا بقى الايه الكاري، نحطه كده. ونقلب كده البصل، نحط له مكعب زبده. كده تمام. ونقلب كده اللحمة. اضمن بس ان الكاري نازل كده جوه الصوص عشان اللحمة ايه تستوي بالتوابل بتاعته. دايما اللحمه مش بنحط لها ملح دلوقتي عشان ايه تستوي براحتها، نحط لها بس كده ايه رشه فلفل اسود واقفل عليها تاني. تاني كده البصل، هدي بقى عليه كده النار. هدي عليه النار بس عقبال ما ايه ما اعمل ده، وبعدين ارجعه على النار تاني. طيب شايفين بقت عامله ازاي؟ بقى نبتدي بقى نجيب دي كده، بتتقدم بالطريقه دي، بتبقى على الفطار حلوه جدا. نفسنا ناكل حاجه حلوه كده في نفس الوقت مفيده اهو، بسيطه وسهله وما فيهاش اي حاجه. ممكن كمان نعملها بالتوست البني برضو، بيبقى طعمها حلو قوي. نحط كده واحدة هنا كمان. الكريمة دي حلوة مش حادقة، بس انا هستخدمها للحمة عشان مش عايزاها تبقى مالحة قوي. هعمل كده كده
طعمها يعني هتاكلوا صوابعكم وراها. التوست اللي بالقرع العسل ده ممكن بقى حابين تحطوا لوز، حابين تحطوا زبيب، مش حابين تبقى ساده كده زي ما انا عاملاها النهارده، مش عامله عليها اي نوع من انواع المكسرات، بس عايزه اقول لكم ريحه حلوه قوي كده. خلصنا الوصفه الاولانيه بتاعتنا، نبص كده على البصل ونبص على، لا نخلي اللحمه دلوقتي، هنعمل بقى الصوص بتاع اللحمه، نشيل بقى الحاجات دي كده. طيب عايزين ايه بقى في صوص اللحمه؟ هنحط بيضه واحده كفايه، هنحط معاها معلقه من الخل الابيض، زي ما دايما بقول الخل الابيض عشان زفاره البيضه، هنحط ملح، نحط ملح عشان الكريمه اللي عندنا النهارده من غير ملح، وبعدين نلخبطها كده كويس قوي، نحط معاها الكريمة كده ونلخبطهم. وبعدين هحط الزبادي، وهلخبطها كده. بس الصوص ده بقى هخليه كده يغلي حاجة بسيطة. بص كده على البصل اهو، يعني انا عايزاه يغمق بس سنة كمان عن كده. ابتدي كده بقى علي اللحمة عشان عايزة الصوص ده كله يطلع. ريحتها جميلة جدا، شايفين؟ احط عليها بقى الصوص الزبادي ده، ده كده خلاص انا شلته من على النار. شايفين اللون ده؟ هو ده اللون اللي انا عايزاه. كم واحدة اتلسعت كده بس مش مهم، بتدي برضو لون حلو الالوان الديجرادي دي. مقدمة انا معاها رز ابيض، نحط عليها كده شوية بصل ونقدم الرز بس، ونبتدي بقى نقدم اللحم. بس نقلبها كده بقى، الكاري بيدي طعم حلو قوي للوصفة ومش بيبان، يعني بيديها بس طعم لطيف كده ولون حلو، فايه نحطه مع الوصفة. طيب ابتدي بقى ارص اللحمه كده اهو،
نحط لها كده الصوص، وممكن كمان نحط الصوص في طبق على جنب عشان اللي يحب يزود. نحط لها كده بقى البصل، بصل ريحته يعني مش قادره احكي لكم ريحته حلوه ازاي. وكده خلصنا حلقه النهارده بوصفاتها البسيطه والسهله. عملنا النهارده وصفتين، عملنا وصفه التوست اللي بالزبده والقرفه وحطينا معاه قرع عسل، وعملنا كمان وصفه اللحمه بصوص الزبادي والكاري مع البصل المكرمل. يا رب تكون النهارده الوصفتين اللي انا عملتهم عجبوكم. اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده. باي باي.